يا اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين من جديد وفي فقرتنا المعتاده مع النجوم والمشاهير والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. يسعدنا اليوم استضافه مدون الطعام علي باشا واللي اشتهر اكيد بوصفاته المشهيه واللي تطبق على الاصول بس بطريقه سهله وبسيطه. هلا وسهلا بك يا باشا، مبارك عليك الشهر اكيد. اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير، وبصراحه انا مره مبسوط اني اليوم معاكم، شكرا، الف شكر على الاستضافه الحلوه. واحنا جدا مبسوطين انك معانا اليوم، خصوصا انك انت في جده حاليا، ويا ريت تكلمنا عن رمضان جده وكيف الاجواء عندكم هناك في جده. هو لما نتكلم على رمضان جده، هو رمضان زي اي رمضان في اي مدينه، بس دام ان احنا في جده يعني اعتقد الاجواء تبدا من بعد العصريه. أيوة. الواحد ينزل على الشارع، يبدا يروح المحلات، يبدا ياخذ الفول. انا كرجل وارب اسره طبعا هذه من مهماتي، بعض الاحيان انزل لازم، هذه خرجة العصريه مهمه دي. اي مره لازم ومره ضروريه انه ننزل، والواحد عارف في الفتره هذه بيحاول يلاقي الاشياء الكويسه، منها الفول، بيروح ياخذ الحمص، الاشياء الخفيفه، والاشياء الباقيه طبعا بتتعمل في البيت زي شوربه الحب، زي سمبوسه اللحم، سمبوسه الجبنه والامور دي كلها. بس يعني جده بصفه عامه مره يعني ما شاء الله، يعني رمضان بصفه عامه اجواء مره حلوه في جده، ومن الاشياء اللي احس جده يعني كده متخصصه فيها في رمضان بعد صلاه التراويح، منها الاشياء زي الكبده البليله. ايوه طبعا، في شيء عندنا مره مشهور في جده، اي في شيء في جده طبعا وعمار يمكن ياكد عليه، مره مشهور اللي هو البطاطس، البطاطس المقليه طبعا اللي تنحط عليها الصوصات، الثوم، نكهتها غير، الحمر، اي طبعا غير في ونسيت رمضان حاجه دائما. مهمه يا علي، كمان الفرفيره، الدوريات الفرفيره. اكيد انا لما دحين بتكلم على الاكل بس، طبعا الاشياء الاكتيفيتيز هذه بالعكس في اشياء مره كثير زي الفرفيره، زي تنس الطاوله تلاقوها طبعا في الشوارع. نعم. طبعا قبل كورونا كان الوضع اكثر، بس دحين مع كورونا والاحترازات الوضع اقل شويتين، بس ان شاء الله نرجع في اوقات ما فيها كورونا نستمتع فيها اكثر واكثر باذن الله. طيب علي، انا بدخل عليك بسؤال هجومي شوي. عادي، خلي روحك كذا مريح معانا. طيب طيب، في البعض يقول انه مدونين الطعام والشيفس اللي على السوشيال ميديا يستغلون القاعده الجماهيريه في انهم يطبقون اي وصفه باي طريقه فقط لترويج اعلانات ومنتجات الشركه، ايش ردك عليهم؟ طيب خلينا ناخذ خطوه خطوه في الموضوع. اول حاجه لازم نتكلم على المدونين الطعام بصفه عامه اللي موجودين في السعوديه. انا بيجي بشتغل في الموضوع ده. استاذ علي قمت تمسح العرق يا استاذ علي، لا الاضاءة عندي هنا بس. لا اوريكم الاضاءة قديش كبيرة، هذا كله عشان اقول لكم الموضوع اللي هنا. لا من جد انا برجع بتكلم عن موضوع شو اسمه الاعلانات والاعلانات والكلام ده. كثير ناس بيقولوا طب اوكي انتم بتعلنوا كثير والاشياء هذه، طب اوكي يس، في فرصة مادية الواحد يستفيد منها من الموضوع ده، انه الواحد تقريبا يعني بيقضي من 8 ساعات ل 20 ساعة في الاسبوع بس يشتغل على المحتوى حق الطبخ. وطبعا تبادل لان الوضع انه يحتاج انه يكون شويتين يستفيد ماديا انه يقدر يكمل في الموضوع، بس هذا مو معناته ان انا لما اجي اعمل اعلان لاي شركه او اي منتج اعمله بطريقه ما هي مفيده للمشاهد، يعني لازم تكون شيء مفيد، لازم يكون في شيء. حتى لما اتكلم مع شركه اقول لهم لازم يكون في الفيديو شيء مفيد، لازم يكون في انسنتيف ياخذه المشاهد عشان يستمتع بالفيديو ويستفيد، في نفس الوقت اقدر اضيف مكون الاعلان حقكم اللي هو لو كان منتج، لو كان اكله، لو كان اي خدمه، بالعكس اقدر اقدمها عليكم بالطريقه المناسبه. بس أيوة. اهم شيء في الموضوع يكون في فائده لنفس المشاهد، هذا انا اشوفها من اهم الاشياء اللي موجوده، وهذا قمه الابداع انك يعني تروج لمنتج وانه الناس يستخدموه، في وصفات تكون معروفه وتخليه بطريقه سهله، يعني بالعكس هذا انا اشوفه قمه الابداع. طيب خلينا نتكلم الان على وصفات رمضان والناس في رمضان واكلنا في رمضان، ايش اكثر شيء بيطلبوه منك المتابعين في انستغرام انك تسويه او تنزله بما يخص رمضان؟ والله لما نجي نتكلم على الوصفات اكثر شيوعا في رمضان عندنا هنا، عندكم السمبوسه، الشربات، الناس كثير تسالني على حشوات السمبوسه، انت عارف الناس تاكل سمبوسه كل يوم، أيه. بتحاول انها تغير وتنوع في انواع السمبوسه عشان لا تطفش في الاخير، وبرضه أيه. في انواع الشربات، في ناس تحب الحب، في ناس تحب الكريمه، راح هو الواحد لما ينوع في الشوربه والسمبوسه ذاك الوقت يمكن يقدر عارفه يستمتع اكثر في الفطور كل يوم. وبرضه في اشياء كثيره يعني الناس تطلبها، منها على العجينه حقت المعجنات، انت عارفين المعجنات مره معروفه عندنا في رمضان في الفتره هذه، راح الناس تحب تستخدم عجينه معينه او دائما
مدونين الطعام في بداية رمضان ينزل عجينة، الناس بدأت تستخدمها في أنواع المعجنات كلها، منها المعجنات البيزا الصغيرة، الكروسون، الشادي كلها، راح المعجنات زي ما قلت لكم حشوة السمبوسة، الشرب، وطبعا في أشياء كثير، في ناس طبعا تحب تغير، تحب تاكل أكلات غربية، راح ما شاء الله تبارك الله الطلبات مرة كثير، وطلبات من أشياء مرة مختلفة يعني. طيب خليني أسألك سؤال مرة ثانية، معلش تحملني شوي أنا، هل أنت لا تفضل خذ راحتك. طيب هل أنتم الطباخين يعني سواء كان أنت أو شيف عمار تخفون الأسرار ولا تعطونها صدق للمتابعين؟ والله أنا بالصفة بالنسبة لي أنا كوصفات أنزلها كاملة، في بعض الوصفات بصراحة أكون معكم صريح ما أنزلها كاملة، ليش؟ أنت تكون في وصفة شفتها وأبغى أستثمرها بعدين في مطعم في مشروع، أقول الوصفة هذه لا حنزلها بشيء معين بس ما حنزل الشيء الفلاني ده عشان بس لموضوع ان انا بستثمره بعدين، والشيء ده حصل تقريبا معي يمكن 3-4 مرات، وانا لو تروح على حسابي في انستغرام في تقريبا فوق 700 وصفه بس اخوي علي، انا بنزل الوصفات كلها كامله. بس اخوي علي لو تسمح لي على المقاطعه صراحه بس اطمنكم انه صراحه انا دقت اكل الشيف علي بامانه رائع جدا، الوصفات اللي هو بيحطها اتوقع ارد على سؤالك باجيك فيه الحين. انا قاعده اناظرك لسه إيه؟ لا برجع لك على السؤال بس ارجع اقول لك الوصفات اللي بيحطها علي لازم تكون على اكمل وجه، ولا تلاقيه ما حط الوصفه، ما يحط لك وصفه ناقصه، ولكن لو في وصفه متميزه ممكن الواحد يحطها على جنب. فردي على جوابك على حسب الوصفات اذا كانت استثماريه او اذا كانت تعليميه. بالنسبه للتعليم اتوقع نحتاج انه احنا نوري الناس البيسكس او المبادئ تبعت الطبخات، وهذا اللي المشاهد يحتاج انه هو يعرفه، ولكن في شغلات بتكون طاغيه اكثر بطريقه ربحيه، بمعنى انه في وصفات راح تكون تفجر الدنيا في مجال المبيعات او التجاره او ما الى ذلك، فهذه الوصفات ما يحتاج المشاهد انه يفضل يعرف الماضي والحاضر وايش فيه وايش ما فيه، المشاهد يحتاج البيسكس، والمجتهدين يقدروا يوصلوا لهذه الوصفات المختصه نقدر نقول، فعلى حسب ايش الوصفات نقدر دائما يا نوصلها بصوره واضحه او نخلي لمستين ثلاثه على جنب ومكونين ثلاثه او ما الى ذلك. انا اشوف هذا حادي من حد هذا ايش؟ من حقك. وفي الاخير يعني حتى لو صحيح. وفي الاخير حتى لو حنخبي حاجه بسيطه يعني ما حنخبي حاجه مره كثيره. طيب بس النكهه ما تطلع نفس الشيء اللذيذ يعني، فاحنا محتاجين هذا الشيء. عشان طب انا عشان اقول لكم حاجه 95% من وصفات اللي بنزلها في الانستغرام كامله 100%، و5% ويمكن انا ببالغ لما اقول 5% يمكن تكون كمان اقل، يمكن تكون 2% صحيح. اللي انا ممكن بخبي فيها شيء بسيط مره عشان مستقبلا لو ابغى استثمر الوصفه هذه في مطعم او في كافي او في اي مكان. بالعكس ليش لا؟ طيب علي يعني ما شاء الله كثير بنشوف شيفات وطباخين ومدونين للطعام على السوشيال ميديا وعددهم بيزيد يعني ما شاء الله، وكل واحد مميز، لكن ايش اللي يخليني مثلا انا اتابع شيف علي ما اتابع عمار وغيره؟ يعني كيف انكم تجلبوا المتابعين ليكم؟ ايش المميز اللي بيشوفه المتابع عندك ما يكون عند شيف واحد ثاني مثلا؟ والله في النقطة هذه يعني اعتقد السؤال ده كده على الجرح شوية، ليش؟ انه اعتقد من يوم ما بدأت انا في السوشيال ميديا من 4 سنوات بنتكلم كنا على بعضنا كلنا يمكن 20 شخص. لا دحين ما شاء الله بالمئات بالطبخ. ايه بالطبخ راح ما شاء الله تبارك الله، دحين لما انا بجي بخش في الانستغرام وبتفرج بلاقي ما شاء الله تبارك الله كل يوم حساب جديد في الطبخ. ما شاء الله. اكيد الشيء هذا يعني اكيد الشيء هذا بيعملنا احنا كشيف او كمدونين طعام تقريبا يعني قديمين شويتين في المجال تشالنج، ان انت عارفين في الاخير هي كيكه، كل واحد بيجي بياخذ جزء من الكيكه ومشاهدات، راح الواحد كل ما هو ماشي في المجال ده التحديات تصعب عليه، واعتقد لو الواحد ما غير وزي ما تقولوا خرج عن المألوف وخرج عن الصندوق وعمل اشياء جديده ما حيميز في الموضوع. مظبوط صحيح. راح لازم شويتين الواحد يكون مبتكر في وصفاته، مو بس الوصفات، يكون مبتكر في محتواه يعني. في واحدة من المرات أنا ما بقول على أنا بس إنه بحاول من محاولاتي اللي أنا كنت أعملها عشان أطور في محتوايا، إني قمت عملت سلسلة وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي وصفات الأكلات اللي كان يأكلها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان مو اللي راح اللي قبله، راح هذا جابت تفاعل كبير طبعاً. صح. الواحد يحاول المرات اللي بعدها يعمل شيء ثاني.
معليش المقاطعة، مرة كانت شغلة جميلة بحكم أنه أنا كمان تابعتها، يعني مقتطفات عن شغلات قديمة أو شغلات رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتبعها، فحلو الواحد يتشارك محتوى بطريقة تكون هادفة وجميلة. وارجع أقول لكل الشيف صراحة أنا مرة أنبسط شخصيا لما أشوف الإبداعات العربية تبدأ تطلع، سواء كانت بطريقة بروفيشنال أو طريقة هاوية أو ما أو إيش ما تكون، أهم شيء في تطور في هذا المجال. بس أنا عندي لك سؤال مختلف، في رمضان هل انت الشخص اللي يطبخ ولا زيي تحب تطبخ في زي ما يقولوا لما تكسر القاعده والله تكون جميله، ولا ايش النظام؟ اكون يعني بصراحه صريح، دائما لما بطبخ في رمضان حتلاقوا الشباك اللي ورايا ده مظلم، انا ما اطبخ وانا صايم. ايوه هي انه صراحه الواحد يعني انا إيه لا انا موظف في التوني، راح انا بعد الوظيفه اجي برضه اصور شويتين ساعه ومره متعب. الله يعطيها العافيه طبعا ام يوسف زوجتي، الله يعطيها العافيه رغده، هي يعني بتساعدني في كل شيء، يعني حتى لو في الانستغرام في جندي دائما مجهول وراء الكاميرا اللي هي زوجتي، دائما هي اللي بتوقف معي، هي اللي بتوقف معي، هي يعني هي اللي بتحمسني دائما. الله يعطيها العافيه ويزيدكم ترابط، وهذا شيء مره جميل صراحه، ويلم شمل الاسره كمان، تحس انه في منها مساعده ومنها استمتاع وما الى ذلك. طب غششنا شويه، ايش في السفره اليوم؟ وحشتني جده واجواءها والفول المبخر والشغلات هذه. والله هو شوف انتوا عارفين كسفره رمضان احنا عندنا شيئين مره اساسيه، اللي هي شوربه الحب والسمبوسه. وشوربه الحب لازم تطبخ هنا، شوفها ما شاء الله ولحدها طالعه، بس شويتين يبغى لها. عندنا اليوم سمبوسه على الفطور، عندنا الحمص، عندنا الفول، وعندنا شيء انا عامله دحين حقوم اشتغل عليه بعد الوصفه، بعد ما ان شاء الله اخلص المقابله حقوم اشتغل عليه، اللي هو شيء بسيط، رولات الشاورما. شاورما رولات صغار نعملهم، طريقتها مره سهله، يعني ما يبغى لها شيء، هي تكبير يعني الشاورما انتم عارفين تقريبا تختلف من مكان لمكان ونعملها. تفضل. يعني تقريبا بنتكلم عن المسخن ولكن بطريقه محدثه اللي هي الشاورما. جماعه الخير بني ادم هذا رائع. مسخن رولات صغيره، عارفها عملتها انا الفتره اللي فاتت الله يعطيك العافيه، وحاملها دحين بشاورما وحشوحها على الصاج. طبعا انا من النوع اللي انا احب الخبز لما يكون محمص. الله شحيتونا كذا وفتحتوا نفسنا كذا واحنا صايمين، يعني الله يهديكم. بس هذه الوصفات الجميله اللي قاعدين نسمعها والاكلات اللذيذه، يعني يديكم العافيه شيف عمار واكيد شيف علي. الله يسلمك يا رب. بس ابغى اسالك يا علي كمان، انت عندك مبادره او حساب اخر منفصل عن الطبخ تحت اسم الافكار والحلول، كلمنا عن هذا الحساب، ايش بتقدم فيه؟ الحساب هذا اول حاجه اللي بقدم، يعني هو حساب طالع من حسابي، بس هو حساب المسؤول عنه زوجتي، اوكي. هي اللي طلعت بالفكره. هو حساب عباره عن حلول وافكار لاشياء معينه. ان شاء الله الحساب يعني نزل بمحتوى بكميه كويسه، وان شاء الله الفكره الجايه حنرجع فيه وحنرجع بمحتوى اكبر. هو عباره عن يحل لك مشاكل مو بس في المطبخ، في البيت بصفه عامه، ويوريك كيف تحليها في خلال دقيقه او 30 ثانيه. في اشياء مره كثير، يعني في اشياء كيف تصنع اشياء، كيف تضبط اشياء، كيف تستفيد اشياء عندك استخدمتيها، وكيف تعملي ريسايكل تستفيد منها في شيء ثاني. راح هو يعني كرافتنج اكثر من هو أكل. بعيد عن الاكل يعني. لا بعيد عن الاكل تماما. طب حلو. بس كنت بستخدم زي ما تقولوا الكابابيلتي اللي عندنا او الامكانيات اللي عندنا من جهه الكاميرات والاضاءات والمكان، قلنا ليش ما نقدم حاجه برضه ثانيه تفيد الناس غير الاكل. وهذه واحده من الطرق انك زي ما قلت لك كيف تطور من نفسك اكثر واكثر عشان تتميز عن الناس. طيب هل علي باشا الشيف اللي نشوفه دائما على الانستغرام هو فعلا طباخ البيت والعائله، ولا بس تدخل المطبخ عشان تسوي وصفه حقت انستغرام وعلى طول تطلع منها؟ 90% وصفه انستغرام، عشان اكون معك صريح، عشان لا عشان لا اسمه اكل حق زوجتي ما شاء الله هي ست البيت، هي طبعا بتعمل كل شيء، بس انا بعض الاحيان من حبي للطبخ وعشقي للطبخ، انا درست برا 8 سنوات وانا كنت اللي اطبخ بنفسي، راح كنت احب اخش المطبخ، احب اصور، احب اشارك تصويري مع الناس، والحمد لله الحمد لله يا رب انه ربنا يعني اكرمني وخلاني الحمد لله معروف عند الناس في الطبخ، والناس تحب وصفاتي، هذا شيء بالعكس الواحد يفتخر فيه دائما. ما شاء الله عليك، يعطيك العافيه، شكرا لك ولوجودك معنا، وشكرا على الدردشه كذا الخفيفه، معلش سامحنا اذا كانت اسئلتنا شوي، اسئلتي انا يعني شوي زعلتك. يعطيك العافيه علي.